اليوم قررت انه اتحدى رانيا بلعبة تحدي البناء الاسطورية، وراح يكون عندنا تحدي راح نبني شيء غريب واسطوري، واللي راح يفوز اليوم راح تكون له جائزة قيمتها 1000 دولار. شنو؟ جيجي جائزة 1000 دولار؟ هاي رانيا صراحة جيجي كلش متحمسة. وليش متحمسة؟ اصلا انتي دائما تخسرين ودائما متفوزين. هاي شوف اسمع جيجي، دربك تضوجني وتبغاني اخسر. اني هالمرة اكيد راح افوز لان اليوم اكو جائزة. بس رانيا بصراحة انتي متعرفين ايش راح يطلع لنا بهذا الجهاز وايش راح يطلب منا نبني؟ متأكد راح يكون بناء صعب، انتي ما راح تقدرين. صعب؟ هاي شوف اسمع جيجي، اذا صعب اكيد راح يكون صعب انتهم عليك، بس انا متأكد راح يكون بناء حلو متأكدة. اوكي هسا راح نشوف. بس حبايبي قبل ما يبدي هذا الفيديو اردكم تخلون لايكات هواية وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس. يلا حبايبي الكل يخلي لايكات هواية، اردو اشوف وكتبوا بالتعليقات من اللي راح يفوز. بس جيجي متأكد راح يكتبون رانيا. رانيا انا متأكد راح يكتبون جيجي، اصلا حبايبي يحبون جيجي هواية. لا لا شجعوني، انا شجعوني. يلا كافي كافي، اصلا انت ما حد ما راح يشجعك. يلا رانيا هسه راح يبدي وراح نشوف منو ايش راح نبني اليوم. انت مستعدة للبناء؟ اي طبعا جيجي، اصلا انا كلش مستعدة. اوكي يلا 1 2 3 هوب. يلا رانيا راح نشوف ايش راح نبني. اوكي ايربلين. رانيا تعال شوف ايش مكتوب هنا. شو جيجي خل اشوف. اوكي شنو جيجي يطلب منا بناء طياره. جيجي بس هالطياره شو راح يكون شكلها؟ شنو شلون راح يكون شكلها؟ اصلا متاكد راح يكون طياره، يعني مش شايف هذول المسافرين يركبون طياره راح نبني مثلهم. بس جيجي ها راح تكون كل الصعبه. هي هذا الشيء مو صعب اصلا. يلا راني انت لك هذا المكان واني لي هذا المكان. يلا اوكي اوكي، بس انا راح ابذل كل جهدي حتى يكون بنائي حلو ولازم افوز. اوكي يلا خلي استعجل اشوف لي مكان حتى ابني بيه. يس انا ابتعدت عن رانيا، لازم اتاكد ان رانيا ما قاعده تشوفني. اوكي هذا بدايه السياج وذاك نهايته اصلا ما تبين، رانيا ما قاعده تراقبني. هاي رانيا انت قاعد تبنين او لا؟ جيجي انا قاعد اشتغل. شو جيجي خلص الوقت؟ لا رانيا بعد ما خلص الوقت. واو رانيا قاعد تبني، هسه اجي هنا لازم استخدم السحر مالتي. اوكي 1 2 3 يلا يا جيجي استعجل. هوبا واو شنو هاي الطيارة الاسطورية اللي انا بنيتها بثانية واحدة. والله راح اخدع رانيا، هسه تتوقع انه انا قاعد ابني بهاي الطيارة؟ ممكن هسه قاعد تبني بلوكتين او ثلاثة ما تعرفوني كملتها. اوكي خليني نشوف الطيارة مالتنا. واو والله مبين عليها طيارة اسطورية. اوكي خلي اشيل هاي الشغلات حتى راني ابد ما تشوك. اوكي حتى طيارة اسطورية، حيل هاي بيها كم واحد يصعد. بس اعتقد هاي الطيارة يحتاج لها بعض التعديلات. اوكي هسه يا جيجي لازم بالبداية نصنع لها درج، لسه تقول لي راني انت جيجي شلون قدرت تصعد الطيارة، ولهذا لازم ابني درج هنا. اوكي بالبداية راح احتاج انه ابني من الايرون بلاك. اوكي راح تكون هنا ممر من 3 بلوكات، اتوقع هذا صحيح. اي صح يا جيجي، بعدين احتاج ستيرز. اوكي وين الستيرز؟ بصراحة هياته موجود، راح استخدم اللون الابيض. اوكي حتى يرهم وي هذا. هسه صح يا جيجي، خلي هنا 3 حتى يبين هذا درج الطائرة. اوكي بعد لازم اجيب هنا اعتقد هيجي. اوكي صحيح وحسوي درج اسطوري حتى رانيا ابد ما تتوقع. اوكي هذا درج الطائرة. يلا يا جيجي لازم تستعجل على السريع. اوكي هنا بعدها هنا. والله راح اخدع رانيا. رانيا انت كملتي بناء او بعدك؟ جيجي انتظر انتظر، شنو كملت بناء؟ اوكي اوكي عرفوا بعد وقت. يلا خلي اشتغل. اوكي والله بس الدرج يحتاج لوقت. اوكي هسه انا كملت، احتاج بعد هنا. اوكي يا جيجي بصراحه احتاج انزل هيجي. اوكي هسه صحيح بعدها هنا، هسه انا كملت الدرج. اوكي بعد يا جيجي شنو تحتاج؟
خلي اشوف شنو ممكن استخدم هنا. اوكي انا شايف ذول اغلبيه هاي الدرج تكون بها عربه متحركه. اذا هنا اوكي هنا صحيح. بعدين راح اجيب واحد وخليه هنا هذا بالضبط مثل التايرات. بعدها هنا واحد وهنا واحد. اوكي هسه صحيح. اوكي شنو احتاج؟ الايرون بارز. اوكي خلي نشوف وين الايرون. هذا راح احتاجه وين؟ اوكي اعتقد هذا راح يفيدني اذا سويت هيجي هيجي. اوكي صحيح هذا يبين مثل الدرج المتحرك، هذا بس للطائرات. اوكي يلا يا جيجي. بعد هنا هوب هسه اني كملت. هسه حبايبي شنو رايكم نستكشف هاي الطياره من الداخل؟ يلا خلي اصعد على السريع وافتح هاي الباب. اوكي بصراحه طياره ما بها اي كراسي. هي انتو شايفين بحياتكم اكو طيارة بدون كراسي؟ اكيد اني راح تشكوا فتشي. اذا لازم اجيب من انا تشير. اوكي خلينا نشوف اي واحد. راح اعتقد راح استخدم هذا. هذا الكرسي مبين عليه حلو. اوكي هسه صحيح. اوكي خلي هنا بعد. ما اعرف راني هسه يمكن بعدها قاعد تبني بالجناح مال الطيارة وهي ما تعرف اني كملت. اوكي هسه اني هنا بعدها هنا. لازم اكمل هاي الكراسي على السريع. يلا خلي اشتغل. يس اني كملت وخليت كل الكراسي هنا بالضبط صارت تشبه الطياره. يعني يقعد هنا المسافر. يلا يا كابتن طير على السريع وخذني لاحلى مكان بالعالم. بس يا جيجي اوكي احتاج اني اشتغل على السريع. والله رانيا مخادعه احتمال راح تكمل قبلي. اوكي هنا مكان السائق القبطان. يلا يا قبطان انطلق. بس احتاج ليفر هنا. اوكي مين راح اجيب الليفر؟ يعتقد يكون موجود هنا. اوكي صحيح لازم اخلي هذا بالضبط راح يكون مثل مال السائق وهذا مال مساعد الطيار. اوكي هذا مال الطيار ومساعد الطيار هوب يقدر يشغل الطياره. اوكي بس خلي اطلع على السريع. اوكي خلي اشوف شنو بعد عندي. اعتقد الطياره كلها من اللون الابيض. بس هذا الشيء ما حلو. شنو رايكم اذا غيرت هاي الطياره وسويت بها بعض الالوان؟ يعني بالضبط راح استخدم نفس هذا اللون الاحمر. بس وين راح استخدمه يا جيجي؟ اوكي اذا استخدمته منا اتوقع راح يكون شيء حلو. اذا احتاج اسوي هيك على السريع. اوكي بعدين اوكي خلي تخلص من هذا اشر منا. اوكي الى حد وين؟ اوكي خلي اختار الى حد هنا. اوكي صحيح هسه راح ادوس. يلا يا جيجي سوي ريبليس. بس شنو راح اغير؟ اوكي راح اختار الوايت وراح اجيب بمكانه وين الوايت كونكريت. وراح احتاج مكانه الريد اللي هو الريد وول. وين موجود؟ يلا يا جيجي استعجل. اوكي هسه صحيح. والله صارت الطياره احلى. حبايبي شنو رايكم هسه؟ اتوقع صارت احلى الطياره. بس اعتقد اني سويت شيء خطا هنا. احتاج هذا اغيره. اوكي يلا يا جيجي لازم نشتغل بهذا. اوكي صحيح بس هي لازم راني ابد ما تكشف هذا الشيء. اوكي خلي اكسر هذا على السريع. لازم اغير هذا الجناح الخلفي راح يكون بالضبط مخطط بهذا الشكل. اوكي هسه صحيح. والله صارت طياره اسطوريه. اوكي نانا خلي هيجي. واو اتوقع صارت طياره كلش حلوه. اوكي اتوقع هسه صارت اسطوريه. ما اعرف راني اذا كملت او لا. احسن حل انتظر راني تكمل حتى اروح واشوف بنائها. هاي جيجي تعال انا كملت. شنو؟ اوكي راني تقول كملت. جيجي انت مكملت؟ بصراحة انا مكمل وصار لي كلش هواية. شنو؟ معقولة تكون كملت قبلي؟ اكيد طيارتك راح تكون ما حلوة. شنو؟ اوكي ساني اقدر اجي واشوف راني. هاي هاي جيجي شو اسمعني غمض عينك وعينك للارض يلا تتمشي. اوكي يعني تقصدين امشي على الخلف حتى ما اشوف؟ عفي عفي. اوكي جيجي هسا جت منك بعد بعد ارجع اكثر اكثر. اوكي بصراحة انا اضوج امشي جي بالخلف ما اعرف شنو مرايا احتمال يكون اكو كمين. كمين ويا جيجي مزعج اصلا نروح نسلك كمين. يلا هسا انت وصلت ترى ترى. اوكي
شنو؟ رانية؟ والله انت بنيتي طيارة. بس شنو هاي الطيارة؟ شو تريد جي جي؟ احنا مو قلنا انه بناء طيارة؟ شنو قابل سيارة بنائني؟ بس هاي شنو؟ ما قاعد افتم هذا شنو؟ جي جي شو ما قاعد اشوف؟ هذه هنا مروحة؟ ما قاعد اشوف انت اصلا؟ طيارة؟ هاي الطيارة تمشي عن طريق هاي المروحة. هساني افتهمت. جي جي شو انت قاعد تستهزئ بالبناء مالتي؟ او بناء عجبك؟ رانية بصراحة بنائك ما نوب. أصلاً بطيارتك يعني مو كلش حلوة. هي شوف اسمعني، أكيد أنت بديت تغار مني أو متأكدة؟ يلا خلي شوف بنائك، أكيد بنائك هم حلو أو متأكدة؟ بس أوكي بالبداية خلي أقيم بنائك من 10. رانية أعتقد بنائك هذا يستحق 6 من 10، يعني بصراحة هو يشبه الطيارة ولهذا اعطيتك 6 من 10. 6 من 10 يا مزعج. شو 6 من 10؟ أريد 10 من 10. شنو 10 من 10؟ هي اسمع رانية، هسه شنو رأيك تجي وتشوفين مالتي البناء؟ أكيد راح تتفاجئين. تفاجئ جي جي؟ معقولة راح يكون بناك أحلى من بنائي؟ لا لا مستحيل يصير هذا الشيء. شنو مستحيل؟ تعالي وشوفي. بس رانية بالبداية ما يصير تشوفين، امشي يلا على الخلف مثل ما سويتي وياي. اوكي جيجي شو راح امشي؟ يصير شي امشي؟ اوكي يلا ظلي باع بالارض. من اقولك؟ جيجي خاف انضرب بالحيط. جيجي انتبه. يلا 1 2 3 يلا رانيا شوفي. شنو؟ جيجي؟ لا مستحيل. شو بنت هذه الطيارة؟ اصلا الطيارة كلها صعبة. جيجي معقولة تكون انت هكر او احتمال اكو شخص ساعدك بالبناء؟ اي ما حد ما ساعدني بصراحه، اني صار لي هواي عندي وقت هوايه ولهذا بنيت هاي الطياره. يا مزعج، اصلا انا قاعد ابني وشفت ان الطياره صغيره وتاخرت بالبناء، شو انت بنيتها بسرعه؟ بصراحه انا استخدمت مهاراتي اللي عندي. بس رانية انت لو مطيتني بعد 5 دقائق كان بنيت المطار وياها. المطار؟ شو انت تستهزئ؟ شو اسمع جي جي، بس طيارتك؟ ها؟ لا مستحيل، جيجي هذا احلى من طيارتي. رانية اكيد احلى من طيارتك، تعي شوف ايش قد بيها مقاعد، يعني نقدر نقعد هنا ونقول له يا طيار اخذنا الى اوروبا. جيجي هذه كلش حلوة. طبعا كلش حلوة. رانية شنو رأيك بالكراسي بعي مكان القبطان؟ يعني ممكن نصير طيارين انا وياك ونشغل الطيارة وننطلق بيها. يلا استعدوا يا ناس، استعدوا يا مسافرين. يلا حان وقت انطلاق الرحلة. واو رانية اوكي والله ذكرتيني بالسفرات. يلا تعي. رانية شنو رأيك هسه بهذا البناء؟ اريش تقيمي 10 من 10، ايش قد راح تنطين؟ جيجي هذا يمكن راح انطي 100 من 10. 100 من 10؟ واو تقصدين طيتيني درجة كاملة؟ واو. رانية صراحة بنائي عجبك مو صحيح؟ جيجي صحيح عجبني، بس أنا كل ضايجة، شلون قدرت تبني بناء أسطوري وأنا ما قدرت؟ بصراحة رانية أنتي تحتاجين تطورين المهارات اللي عندك حتى تصيرين سريعة بالبناء مثلي. أصلا بالعكس، أصلا مهاراتي أسطورية وأنا أعرف أبني أحسن منك. أوكي إذا حبايبي مثل ما شفتوا، إذا بالجولة الأولى أنا فزت ببناء الطيارة الأسطورية، هسا راح نروح ونشوف الجولة الثانية شنو راح نبني. هاي رانية شو تتوقعين راح يطلع عنا بناء؟ أنا متأكد راح يكون شي صعب وانتي هم راح تخسرين. جيجي كيف تضوجني؟ أنا أصلا ما رح شي صعب. بس يلا اوكي ماكو مشكلة، أنا حتى لو صعب راح يكون بنائي حلو. بس أوكي رانية، أنا متأكد كل هاي الشغلات الموجودة هنا صعبة وانتي راح تخسرين، يلا خلينا نشوف شنو راح يطلع. بس جيجي هي انتظر، أصلا الدور إلي راح أضغط هنا. أوكي رانية شنو مكتوب؟ شنو؟ شنو؟ هاي صار عندي فضول أعرف شنو؟ أوكي خلي كلش فرحانة. هاوس روني مكتوب هاوس. جيجي أصلا هذا الشيء كل سهل، أنا أصلا أحب بناء البيوت ولهذا متأكدة راح يكون بيتي أحلى بيت بالعالم. أحلى بيت بالعالم. بس رانية استعدي، لازم تفوزين هالمرة حتى نصير تعادل أنا وياك. طبعا طبعا أكيد راح أفوز، أنت اطمئن. والله أنت مزعجة. أوكي يلا يا جيجي هسا حان وقت التحدي الثاني. بس والله مسكينة رانية، تتوقعني أنا راح أبني؟ هو طلع هاوس، إذا يا جيجي تحتاج تبني بيت عملاق هنا. يلا حبايبي أنتم مستعدين؟ خلينا نجي هنا نوقف بعدين نسوي. يلا يا جيجي استعد على السريع،
واحد اثنين ثلاثة هوبا. واو شنو هذا البيت الأسطوري؟ والله طلع لي بيت كلش حلو. يمكن راني راد لها سنة يلا تبني هيجي بيت. اوكي حل هاي كم غرفة بيب هذا البيت؟ حتى اكو حديقة خلفية. إذن خلي اطير واشوف شنو موجود. واو اكو العاب خلف البيت وحتى اكو مسبح صغير. اوكي خلي العب هنا لحد ما راني تبني بيتها. هاي واو والله احلى بيت هذا بالعالم. يلا خلي اسبح هنا. بس اوكي خلي اطلع. راني بصراحة انا قاعد ابني والبناء كلش متعب. جيجي اني هم البناء كلش متعب، بس متأكدة هالمرة راح يكون بيتي احلى بيت حتى غريب مو مثل كل مرة. اوكي بصراحة لا تشغليني لاني قاعد ابني هسه بلوكات. يلا اوكي جيجي انا هم قاعد اشتغل. اوف والله قاعد اضحك على راني. تتفقع صحيح انا قاعد ابني؟ هي ما تعرفوني قاعد اتفنس بهذا البيت. اوكي خلي اكسر هاي البلوكه. والله اذا راني شافته راح تقول لي اكيد جيجي انت غاش. اوكي خلي اجي هنا وشوف شنو بعد عندي. اذا بالبدايه اكو جراجين للسياره، اكو جراج هنا وجراج هنا، واكو ممر منا يروح الى خلف البيت. اوكي ثاني عرفت لازم، بس حديقه البيت بصراحه ما حلوه. اذا اجى الوقت انه اغير كل هذا على السريع. يلا يا جيجي لازم تغيره وحاول اسوي ورد بمكانه. يلا خلشته. يس انا كملت هالحديقه واجى الوقت انه ازرع هذا الورد. بس بالبدايه احتاج اي ورده راح تكون بالنص. اوكي اعتقد هذا المنتصف راح يكون من اللون البلو. طبعا هو احلى لون، وهسه راح احاوطه باللون الاحمر. اوكي راح تكون هاي حديقه ورد اسطوريه. وبعدين اجيب الورد الاصفر بالضبط هيجي، بس ما اعرف راح يصير حلو او لا. اوكي اعتقد هيجي صار، بس يا جيجي اتوقع هيجي حلو. بعدين راح اجيب هذا الورد الاحمر اخليه هنا. اعتقد هنا لازم ازين هذا البيت على السريع بالورد حتى يكون بيت كلش حلو. هيجي جيجي بعد بالاطراف احتاج ازرع هنا. اوكي هسه انا كملت، خليت الورد وخليت كل شيء. بعد يا جيجي هسه نحتاج ندخل الى البيت. يلا خلينا ندخل ونستكشف. هنا شنو موجود عندي؟ اعتقد هذا الاستقبال بالبدايه راح يكون هذا. وهنا شنو موجود؟ اوكي هذا جراج السياره. واو حتى بي معدات ما تصليح سياره كل شيء موجود. اوكي خلينا ندخل هنا، بس اعتقد ماكو ابواب. اذا احتاج اخلي ابواب هنا. راح تكون اوكي اذا استخدم اللون الابيض اعتقد راح يكون شيء حلو. اوكي صحيح سخليت باب هنا. اعتقد هذا ميز الطعام، بس والله راني اذا شافت هذا الميز راح تشك راح تقول جيجي انت غشاش، مستحيل تكون انت باني هذا البيت. اذا احتاج اجيب تشير حتى راني ابد ما تتوقع هذا اني. اوكي تيبل على السريع. اعتقد هذا التيبل راح يكون مراهم ويا هذا او هذا، بصراحه يدوخ. هسه لازم اكسر هذا على السريع. اوكي بعدين اجيب مكانه هذا. هسه صحيح اعتقد هذا خطا. اوكي هسه صحيح. يلا يا جيجي كمل هذا على السريع. والله انا بدي اشوف رده فعل رانيه شنو راح يكون. اوكي هيجي بعدين اكسر جيب الكراسي هنا. اوكي لازم استعجل على السريع. رانيه انت قاعد تبنين او ايش قاعد تسوين؟ جيجي انا قاعد اشتغل هسه حاليا. جيجي معقول نخلص بنائك؟ بصراحه انا بعدني قاعد اشتغل، بس بقى قليل راح يكمل. جيجي انا بعد شغل اول. انتظر. اوكي هسه خلني اجي هنا. هذا المطبخ. اوكي اعتقد نوعا ما يعني المطبخ. اوكي لا بأس بي. هسه شوف شنو هذا المكان، جلوس او مكان يسوون طعام. صح حتى ما اعرف، بس اذا سالتني روني ايش راح اجاوبها؟ اصلا مو انا باني هذا البيت. اوكي هذا هنا موجود حمام، اعتقد هذا الحمام حلو. اوكي بس حلو والله بناء هذا البيت عملاق، حتى بي طابق ثاني. بس يا جيجي والله ما اعرف راني ايش راح تسوي تشوفه. اوكي اكو غرفه هنا. حل هاي مو غرفه، هاي سويت حتى بيها هنا غرفه تبديل ملابس، وبيها هنا حمام وهنا سرير. واو مطلع على هذا البحر، والله هاي الغرفه اسطوريه. اوكي خلينا نشوف.
اعتقد هذا السويت الثاني. طبعا هاي الغرفة راح تكون مال الاولاد، يعني قاعد اشوفها كلها من اللون البلو. اوكي صحيح، والله الغرفة عملاقة. خلي نشوف الغرفة الثالثة. اوكي اعتقد هاي غرفة البنات، لان مبنية من اللون البنفسجي والوردي. ايه صحيح، اذا بيت ثلاث غرف بالطابق الثاني. اوكي ساني استكشفت هذا البيت. شنو هنا؟ اوكي اعتقد اكو خلل هنا هيك شيء. اوكي هذه غرفة الملابس، يبدون هاي الملابس. وهنا عرفت مثل ما عرفت هاي غرفة البنات، لين الحمام من اللون الوردي، حتى اكو بانيو هنا. والله شيء حلو، هذا الدوش كل شيء موجود. هسه لازم اطلع، والله احتمال رانيا راح تقول جي شلون قدرت تبني هذا البيت العملاق. بس يلا اوكي خلي انزل على السريع. هسه خلي اشوف الحديقة، انا متحمس. يلا خلي اركض. اوكي شنو موجود؟ واو اكو حديقة ورد هنا، اكو نا ورد احمر واصفر واكو ويت. اكو اتوقع هاي، ها هاي اللعبة هنا كرة الطائرة. والله هذا الشيء حلو. كرة طائرة يلعبون هنا. بعد اعتقد هذا مكان ما شوي، بس يحتاج انه اجيب يا جيجي. اوكي وين الفلنت؟ اوكي لازم اشغل نار. ثانيه واحد يقول جيجي ايش طافي هاي النار. اوكي هسه صحيح. بعد هنا هذا الجلوس بالحديقه، وهنا اكو مسبح صغير، واكو مراجيح. اوكي يلعبون هنا. اوكي هاي رانيا، بصراحه انا كملت بناء بيتي، انت كملتي وبعدك؟ جيجي بقل شويه، بقت شغلات بسيطه. اوكي تقول بقت شغلات بسيطه، اذا لازم اروح. خلي اقعد جوا بالبيت وانتظر رانيا تكمل. الآن صالح قد انتظر ورانيا تأخرت لي حد الآن بالبناء. هاي رانيا بصراحة أنا ضجت، كملتي أو بعدك؟ جيجي أوكي بقى خلي الباب هنا، هساني خلصت. أوكي رانيا تقول كملت. بس متأكد مستحيل راح يكون مثل هذا البيت، أصلا هذا بيت أسطوري. هاي جيجي إذا حاولت تتقرب على البيت لازم تغمض عينك. أوكي بصراحة أنا راح أمشي بالخلف وأرد أشوف شنو هذا بيتك. أنا متأكد راح يكون بيت مانوب. هاي جيجي أوكي تقدر ترجع بعد، ارجع ارجع ارجع. أوكي أنا رجعت، بس أنا شو وقت راح أوصل؟ وجيجي انتظر انتظر. اوكي بعد 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 يجي بعد بعد. اوكي ترى ترى. اوكي يلا خلي اشوف. شنو والله مبين البيت هذا صغير مو كبير. بس مبين مأثثة بيه أثاث هواية. أوكي خلي راني شنو موجود هنا. هي شوف اسمع جيجي، هنا الحديقة الخارجية، يعني جيجي إذا مثل أنت ضايج راح تتجمي ونقعد هنا نشوي الأكل، حتى راح نتونس هنا مكان كلش حلو. بصراحة هذا الشيء حلو. راني هاي إضافة حلوة. بس خلينا نشوف شنو بالبيت. جي تعال تعال شوف بيتي، بيتي كلش حلو. اوكي موجود تي في وموجود تدفئة هنا. جيجي شوف شوف باع فوق، جيجي باع بالسقف، شوف هذه الثريا الأسطورية، شوف شو سويتها، خليت بيها شموع. بصراحة مبين رانيا صدق بانية هذا البيت. اوكي رانيا شنو بعد هنا؟ شوف اسمع جيجي، حاولت ابحث عن اثاث المطبخ، بس ما عثرت. اوكي بس سويت هذا الشكل، يعني يشبه اثاث المطبخ، حتى هو كلش حلو، وهنا نقدر نستخدم الماء. شوف جيجي قاعد يشوف. اوكي هنا طباخ وهنا سينك. اوكي وهسه هنا ميز الطعام. طبعا جيجي هنا نريد ناكل الطعام نجيب هذا المكان. تعال جيجي انت مستخدم بردات من لون وردي، وانا اكره هذا اللون. وجيجي اصلا انت مزعج، انا مالي علاقه بيك، انا اصلا احب اللون البينك. هسه احنا راح نصعد لغرفتي، تعال جيجي. اوكي خلينا نشوف غرفه رانيا. بصراحه جايبه العاب هنا حلوه. طبعا جيجي هذه العابي. اوكي بس سريره كم من هذا اللون المقرف، واكو نا قاعده داخل الغرفه. واو والله مبين راني صدق تعبانه بهذا البيت. جيجي يربوك تقول انه هذا البيت مو حلو، اصلا هذا البيت اسطوري. اوكي بصراحه البيت اوكي هذا كنتور مو صحيح. طبعا طبعا جيجي هنا الخزانه، يعني خلي هنا ملابسي او الادوات اللي احتاجها. اوكي يلا خلي انزل. جيجي تعال شوف جيجي، اوكي نقدر نغلق البردة هيجي، قاعد شوف نغلق الستارة. اوكي بهذا الشكل. والله هذا الشيء حلو. هيا انت شلون عرفتي تسوين هذا الشيء؟ جيجي مو قلت لك انه انا اسطورية بالبناء؟ بس انت ما عشان ما قاعد تصدقني. اوكي اوكي
بصراحة بيتك يعني أوكي حلو، بس إيش قد راح أنطي من 10؟ جي جي شو إيش قد راح تنطي من 10؟ المفروض بدون أي تفكير تقول لي راني 10 من 10. هاي كافي كافي، أصلاً هذا بيت كله من الخشب. أوكي راح أنطي أوكي 8 من 10. ها 8؟ جي جي بس هذا مقليل. هاي مو قليل، أصلاً بيتك كله من الخشب وبي لون وردي، أنا كره هذا اللون. شوف اسمعني، أصلاً أحلى شيء هو لون الخشبي. أصلاً ما حلو. تعي تعي روني هسه اجى الوقت شوفين البيت مالتي. أوكي أوكي بس جي جي يعني عاديش أمشي؟ هاي لا لا انداري أمشي بالعكس مثل ما أنا أمشي دائماً. لا جي جي أنا راح أنزل هيك أغمض عيني وأمشي. هاي لا تغشي لا تغشي. أوكي راني تقربي بعد. أوكي هنا يلا راني شوف البيت. 1 2 ها؟ هاي رانية شنو رأيك بهذا البيت؟ لا جيجي مستحيل. هاي جيجي شو بنيت هذا البيت العملاق؟ جيجي هذا مو بيت، هذا قصر. هاي رانية أنا عرفت بصراحة إنه أنت راح تتفاجئين بهذا البيت. تعي تعي شوفي رانية. رانية شوف التدفئة وين خليته، يعني أنا فكرت بالبداية سويتها بالجهة الثانية وبعدين فكرت أخليها جوا الدرج. جيجي هذه كلش حلوة، بس جيجي شلون قاعد تبني هذا البناء العملاق؟ يعني أنا تأخرت وسويت هذا بيتي، شلون قاعد تسوي بيوت عملاق كلش بهذا الوقت القصير؟ رانية بصراحة أنا قاعد أستخدم أوامر ولهذا قاعد أبني بيت بسرعة. أوكي بس شنو أنا؟ أوكي رانية ها هذا والله اني ما اعرف صدق هذا ما شنو. جيجي ها يعني انت من بيت هذا المكان ما تعرف شنو سويت هذا البناء؟ لا انا اعرف، بس انا فكرت انه تكون هنا اكو جلسه. هي هسه تشعل شو هذا المكان. تعي 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 على السريع شوفي خارج البيت شنو رايك بي خارج البيت. بس جيجي غير نفتر كامل البيت يلا. اوكي تعي شوفي باعي الحديقه. جيجي هذه كلش حلوه، بس شنو انا؟ رانية هاي نقدر نلعب كرة طائرة انا وياك. لا مستحيل جيجي، يعني اذا انا عندنا الكرة راح نقدر نستخدم الكرة ونلعب بهذا المكان. جيجينا المكان كلش حلو وانا كلش عجبني. اوكي لازم يجي اشمر الكرة، حتى عندي هذه. اوكي راح اجي اشمرها. 1 2 3 يلا هوب. اوكي رانية يلا جيبيها. 1 2 3 هوب اخذي. جيجي انا كل ضجت، شو هذا بنائك؟ شنو هاي باعي؟ شنو ما عجبك البناء مالتي؟ بس يجي هاي شنو موجود؟ هاي نا مراجع حرانية، يعني إذا تعجبك تقعدين تقدرين تقعدين. بس يجي هذه كلش عالية، يلا شيني. بصراحة أنا ما فكرت إنه هاي عالية. رانية أنا سويتها عالية حتى رجش ما طخ بالقاع. أوكي أوكي بس يجي شنو راح يصعد؟ إذا هي عالية شو راح نقدر نوصلها؟ أوكي سرانية تعال شوف بقية الألعاب. شنو؟ عندك مسبح؟ اي طبعا حتى عندي قفاز هنا. يلا راني اقفزي. لا مستحيل انا ما عندي لا العاب ولا مسبح. اوكي يلا راني 1 2 3 هوب اقفز. هي شوف اسمع جيجي، انا اصلا راح استخدم بيتي يعني بس من ان انعس واريد انام اروح لبيتي، بس هنا راح اجي العب واتونس لان عندك العاب كلش حلوه. اي طبعا طبعا حتى عندي هنا جلسات راني تعال شوفي هنا انا تقدر تشوي هنا على هذا المكان وتقدر تجي تقعد هنا وتاكل اكل مالتك. جيجي كلش عجبني هذا المكان. بس جيجي هاي شنو فائدتها؟ بصراحة هاي فقط شكل، يعني عجبني أخليها هنا. أوكي أوكي بس جيجي شلون نقدر نشوي الأكل؟ نشوي؟ ها؟ والله ما أعرف، بس يلا تعي تعي رانية. ها صحيح جيجي هنا أكو فرن. طبعا طبعا أكو فرن هنا. رانية تعي شوفي شنو رأيك بهذا البيت مالتي؟ وريدك تعطيني التقييم مالتك. بس جيجي شنو هذا الزجاج؟ شنو ماكو باب؟ بصراحة أنا نسيت أخلي باب هنا. يلا أوكي أوكي ماكو مشكلة، بس جيجي هذا راح يقلب للدرجة. شنو؟ يقلب درجة؟ إي طبعًا. بس هذا بيت أسطوري هذا. إي صحيح بيت أسطوري، بس جيجي شلون بيت أكو واحد يخرج من الزجاج؟ هذه غرفتك جيجي؟ بصراحة هاي غرفة بعرانية بها حمام، بها غرفة ملابس، بها كل الأشياء اللي تحتاجها. جيجي أنا أعرف بيك أنت تحب البلو. بس جيجي هاي مو غرفة مالتي، شوفي بينها موجودة 3 غرف، هاي الغرفة مالتي. اوكي هذه غرفتك، اوكي صحيح من اللون البلو.
بس مو سريرك. هذا السري من اللون الأحمر. أحمر جيجي، معقول أنت بدأت تكره اللون الأزرق ولهذا حول سريرك وسويت أحمر؟ بصراحة راني الغرفة صارت كلها من الأزرق ومرت يكون السرير من الأزرق. يلا أوكي أوكي ماكو مشكلة، بس جيجي يعني غرفتك بسيطة ما بيها مشكلة. راني تعال شوف الغرفة مالتك. غرفة مالتي شنو جيجي؟ هذا لون بنفسجي، تعرف انه انا احب البينك. بينك بس الحمام من البينك، تعال شوف هذا الحمام. جيجي يعني سويت هذا الشيء على مود جيجي واستخدمت اللون طبعا البينك. طبعا تعال شوف الدوش، تقدر هنا هيك تقعد تاخذ شاور وتطلع منه. جيجاني كلش اشكرك. بعرانية شنو رايك؟ شنو؟ رانية طبعا تقدرين تسدين مي وتفتحين مي من جديد. جيجي هاشو قدرت تصنعها؟ بصراحة انا بنيتها، بس راني شنو رايك بالبانيو؟ بانيو جيجي كل هذا راح يكون الي؟ اوكي بس هاشو هنا هاشو فائدتها؟ بصراحة انا خليتها هاي بالضبط مثل الدوش، بس راني شنو رايك بيها؟ جيجي اللي عجبني عجبني غرفتي، غرفتي كلش حلوة. والله مبين أنا اليوم راح أفوز. أوكي رانية يلا تعاي هسا خلينا نطلع خارج البيت وجه الوقت إنه تقيمين هذا البيت. جيجي أنا ضيعت الطريق، أنت وينك؟ هاي انزلي من الدرج، تعاي انزلي من هذا الدرج. أوكي أوكي يلا تعاي رانية هسا لجا الوقت، يلا قولي شقد هذا البيت يستحق. هاي جيجي انتظر دقيقة خلي أفكر. فكر رانيا شقد تطي درجة، شقد شقد. اوكي انا فكرت. رانيا اوكي انا متأكد راح يكون 10 من 10. شوف اسمع جيجي، المفروض انطيك 10 من 10، بس تعرف انه هذا المكان كان زوجه مكسور والمكان الخروج ما بي اي باب، فهذا الشيء غلط. راح يقلل من الدرجة، شقد راح يسويه؟ اوكي راح يسوي 9 من 10. شو 9؟ يعني انا بعدني فايز عليك. واو أنا فزت بالجولة الثانية. هاي رانية يلا انطيني $1000 يوم صراحة أنا بنائي أسطوري أكثر منك. ها $1000؟ شو راح أسوي؟ أوكي جيجي أوكي أنت أصلا تهتم، أنا راح أعطيك شقيت خلي شو شقي عندي أوكي بجيبي. هاي رانية يا جيب، هاي بالحقيقة مو باللعبة. أوكي جيجي شوف هذا اللي عندي تقصد تهتم، هاي تفضل. جيجي أصلا دائما كل شو هواية وجه الوقت انه اهرب، يلا خليه اهرب. شنو؟ هيا لا انتقم منك، تعي انطيني فلوس امارك باللعبة. ولنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة، نلتقي بفيديو جديد. مع السلامة.